شوف 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 اللي ما عايش في اكادير ما عايش في الطقون صافي سالي كوم نكوني يا تشارانكا ايش الحياه نكا يا تان طلب تفرخينا هذا تسترمت شويه يا نسنت هذه قهر انت ما كنديروش الماكياج كنلبسو الجلود وكنخرجوا بلاكتنا على ظهرنا ماشي على وجهنا بروميير فوا راني في المروك كي تقول المروك تقول الجي المروك خاوتنا اخنوش تانتا هادي تشيش غير لوغ صافي دروي تغير في التدريج يا الفيستيفال هادي يبدا تلاقي سبع ايام نتلشان دابا سكا بركل في الشواء السلام عليكم اكل حفظ ربي 2023 العيد المقرن الا القاغ الا المعزي الا الابل الا البقري اللهم بارك ديما التشالل ديال الفيستيفال هادي يبدا تلاقي سبع ايام نتلشان دابا سكا بركل في الشواء غادي تزور الاحباب مرحبا بكم اكل حفظ ربي تحياتي السلام عليكم نكوني يا تشارانكا ايش الحياه نكا يا تان طلب تفرخينا هذا تسترمت شويه يا نسنت هذه قهر انت والله العظيم اصبر 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 كيف راه كنقهر انت يخصا تسترمت شويه يا نسنت هذه يا صاحبي هذه يخصا تسترمت حساب انت غادي نبرك نكوني تكون عندنا لا يبرك اخنوش انت هذه تشيش غير لوغ صافي دروي تغير في التدريج ايا يا تي هضني هاد الحاجه هضني الدراري اللي دار الله الماطر دغان يا صاحبي بنا معايا وين الموتور صبر اكو داني كشمت صاحبي انت هاد الماء دام نسان داك كل نسيت الجيش هذا سكاي يستر الحوايج انت الزين وايت فورا انكا هذيك رديكا يا شيرا دي بات شيرا اكادير ايلان اكادير ايلان ان شاء الله اكادير ايلان استعتا تكوني رقايا وايت فورا ايلان يشكا مرقاسي ايت من لولين زودا قادي زود شيرا زود الزكاد وضربو شيرا وفي هادية ازرارك اطوال معصر وشوف شوف احشاج كذاك انزا كلشي غادي كاك ديما تشيرا كلشي تشيرا كلشي مونكيز 33 34 كلشي غادي مونكيز بنا مردي التشكيك تميز هاري اضني نكني ديما هيك هاد الفوجات في الجيد ها نطي بلاصات نفل الخدام في بلاص ميدونا شكيت باش نصدع ولكن هذا دا غادي يقر هو اللي فرخينا هاد النقان سيد نضربي السلام عليكم في خصها بنا ما يسرا كيما كتشوفوا معنا الاجواء ديال العيد ديال التشيرا هكا دايره عباد الله لابسين جلود ولكن جلود شكون يغلاوهم غلاوهم دوك البراش اللي كبروا دابا اللي كيشريو الجلد ب 4000 6000 حنا كنا كنشريوها ب 400000 فرانك بشحال كنا كنشريو الجلود دابا ولات الجلده ساويه 500 درهم راه عتروس هذاك اخويا راه عتروس كاينه ولا ما كايناش واش كاينه ولا ما كايناش واش كاينه ولا ما كايناش كانت الجلده كدير 1000 فرانك ولا دير 4000 6000 8000 حنا كنلبسو من الصغر ديالنا وما عشناش بحال هذا الشيء داكشي علاش ما لبسناش وما كنديروش الماكياج كنلبسو الجلود وكنخرجوا بلاكتنا على ظهرنا ماشي على وجهنا السلام عليكم شوفوا الاجواء ديال اكادير عندنا هنايا اكادير زاهيه زاهيه وتنتمنى لكم عواشر مباركه سعيده كل عام وانتم بخير عيد مبارك سعيد علينا وعلى الامه المسلمه تحياتي لكم وتحيه للطاقم رمال اكادير الاخوان كما كتعرفوا المدينه ديال اكادير كامل عزايا والمدول الاخرين
ما معيدين ما والو، والعيد ديالنا حنا في اكادير ديما زوين وزعيم، والتراس الريدريبيل الراس بوشلود كيما كتعرفوا التقاليد ديالنا هادي ايما زيغنا اللان. وكنشكروا وعسى الملك عسى الملك وعسى واد بوش واد 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 الجلود هادو راه ماشي هكاك وكيجو، هاد الجلود راه ماشي هكاك وكيجو، كنضربوا عليهم تمارة هادو راه خاسرين عليهم 3000 درهم باش طالعين. السلام عليكم، مرحبا بكم في مدينة اكادير. بالنسبة لهاد بوجلود بين الماون بيد ماون كنحتفلوا فيه بكل عام، كل عام كيديروا الدراري بحال هكا كيتقداو الجلود شهر شهرين قبل. وزهية اكادير ديما اكادير الراس. بالنسبة لهاد الجلود كيجيبوهم الدراري شهر شهرين قبل، كيضربوا عليهم تمارة كيضربوا عليهم تمارة وكيغسلوا داكشي، ويومين قبل العواشر يومين قبل العيد ثلاث ايام كيخيطوا الجلود ديالهم ويطلعوا فيهم الملحه الشبه ديالهم الكافور. والا كانت جلده فيها واحد شويه ديال الابيض بحال هكا كاين اللي كيصبغها كاين اللي كيخليها. المهم كل واحد هكا داير. ومرحبا بكم على هذوك اللي كيقول لك فكادير كما كيلبسوا هذاك الشيء خنزر. لا بالنسبه للخنزره كنقول لك شهرين قبل وكتجيبهم وتغسلهم، راه الى جابنا مشاف تمره ديالو على ديك الهضره حاسدين على هاد الشيء. تحيه اكادير، تحيه لاكادير. كيقول لك لا راه خنز داكشي. بالنسبه للجلود راه ما خنزين، راه مخير هنا. السلام عليكم واحد السير ابا مهبه السير. السلام عليكم السلام، خلينا العالم وجايين جايين هاد الشيء ما عندناش معاك. السلام عليكم، كنشكر الريمان كيجيو عندنا التجيره. مرحبا بهم في مرحبا هذا الطراط الامازيغي ديما اولمبيك التجيره، كنشجعوا الناس تاع العالم كامل يجيو للمغرب، احسن طوره في العالم. بوجلود كرنفال اي حاجه كاينه في اكادير وكاين تنظيم زوين. ومرحبا باي واحد، راه التجيره هي الطوب. كنتمناو العام الجاي ولا غدا وان شاء الله ولا بعد غدا يجيو الناس لاكادير. وباقي غدا حنا ست ايام اللي كنديروا في التجيره، ماشي ثلاث ايام ماشي اربع ايام، ست ايام اللي كنديروا. ومرحبا باي واحد، مرحبا بيا اي واحد يجي عندنا للتجيره، كاين التنظيم كاين الامن ومرحبا بكلشي كاين. لا لا بوجلاد ولا الطرات تمازيغ، الطرات الوليد وشدي وداك الشيء كامل كيلبسوا هذاك الشيء تاع بوجلاد. هما خلاو لينا هذا الشيء الناس تاع التجيره القدام، هما اللي خلاو لينا هذا الشيء. ومرحبا بعلا الناس تاع التجيره والناس تاع اكادير، الناس تاع عين سكان طراس مكناس فاس طنجه، العالم كامل المغرب كامل يجي عندنا. مرحبا بهم من طنجه الكويره يجي عندنا. مرحبا بهم، الف مرحبا، كلشي مرحبا به. اللي جامر كان كاين الامن كاين كلشي، وان شاء الله راه يشوفوا هذا الشيء راه علام العالم الطوب. مرحبا بكم. السلام عليكم، اولا مبارك عواشر للجميع. ومن بعد انا كنفتخر انني سوسي ولد اكادير. بالنسبه للعيد الاجواء العيد اللي فولكي احنا المغرب كله اكادير، وكنحترموا كاع المدن المغربيه من طنجه للقويره. وعيد مبارك سعيد للجميع، وديديكاس لسيسماسا الدراري اللي كيلبسوا بوجلود ما خصكمش ديروا له ماكياج، ما ديروش له ماكياج، كنشوفوا الدورات ديالنا وشكرا. وديما التشارة المهم كنشكروا كاع الناس اللي حضروا لهذا الفيستيفال وهذه الاحتفالات، اللي الناس الدراري ديما كيتقاتلوا على الجلود ديالهم كيبريباريو قبل بفلوس. هذا الشيء ماشي فابور، الناس كيمشيو كيجريو كيطلعوا للمدن الاخرين باش يحضروا الجلود ديالهم باش تشوفوا هاد اللوحه الفنيه. والدراري حتى هما كيبريباريو الكارنفال ديالهم. هاد الاجواء ما غاديش تشوفهم شي مدينه اخرى. كيتحارب بزاف الجوايه باش يحبسوا هاد الشيء. مي حنا كنحاولوا ديما نكونوا حاضرين. مي دارو هاد الشيء الثقافه الامازيغيه ديما حاضره، وان شاء الله هاد المورود الثقافي ما عمرو غادي يموت مادام كاينين شباب كيغيروا على هاد الشيء وكيغيروا على الثقافه ديالهم، وما عمرهم كيخونوا المبدأ ديالهم. ان شاء الله كل عام غادي تشوفوا هاد الشيء، ما غاديش يتلاشى. وشكرا للناس اللي حضروا، وشكرا لإذاعة ريمال. السلام عليكم، كما تشوفوا معنا راه الاجواء تاع التشيرة. ومرحبا بكم، وديديكاس لي كيفرتني يا اللي حاكمه العالم وديما حسنيه وديما التشيرة. السلام عليكم، كما كتشوفوا اجواء حماسيه في التشيرة وديما التشيرة وديما يمازيغ الحسنيه اللي كاينه، وما بينا ولا بينا لي شاب جديد. المهم راه هادشي باين، التشيرة هي اللي معروفه بهادشي، لا كاين لا تيكيوي لا بيكرا لا اي تولر، التشيرة هي اللي كاينه بهادشي. وديديكاس الخوادري والوالده ديريكت
المهم كما تشوفوا معايا ديديكاس الوالده ايا واسمع عاصمه تشيرا عاصمه الماون هي تشيرا حتى واحد ما كيدير بحال هاد الاجواء من غير اكادير تقعد معايا نفسنا اجواء رائعه الخميس ايت اميره وديديكاس لي كيفر تحيه لهاد خونا هادي كما كتعرف انا كيدوز اجواء زوينين فكادير اللي ما كيدوزش العيد فكادير بحال كاع ما دوز العيد وبين دوز لك واحد خونا واحد خونا جاي من الجزائر واحد خونا جاي من الجزائر بيدوز العيد في المغرب فينا هو صالح فينا ها هو لا صالح فينا هو صالح هذا هذا جاي من الجزائر باش يحضر البوجلود ديال اكادير اسكت لا بروميير فوا راني في المغرب كي تقول المغرب تقول الجي المغرب خاوتنا واخا خلي دوا صاحبي جاي من الجزائر كبروا بيه 1 2 3 فيفا الجيري كي تقول المغرب تقول الجي خاوة هذا شي عندي من ورا السلام عليكم ريبالتي في الاجواء رائعه هذه الساعه هذه سميتو ماشي بحال الاعوام الفائته بحال العام اللي فات كدا زاهيه كاينين الفلامات كاين بنادم غادي يسركلها غير المشكله ان شي خاوي شويه ماشي كما شحال هادي شحال هادي كانت قضيه عامره شوف اللي ما عايش في اكادير ما عايش في الطقن صافي سالين اللي ما ساكنش في اكادير تحيه للوالده السلام عليكم المهم مرحبا بكم في التيرا احسن سيكتور في العالم وحسن لا والاحياء تيدوزو في كاع المدن تيدوز فيهم نهار الا تشيرا ديما تاعي سيمانه راك البلا فيه المهم ديديكاس للجهه ديال تروا الجهه ديال احسان احسان تشيرا حنا راه اطباء حنا راه عندنا لوغو عندنا عياده في تشيرا الجهاديه عياده سما قلو عندي وحنا الشهاده درنا ضحك وصافي شي واحد باغي يتسنى شي هبه مرحبا به كنشكروا الناس ديال التجايرة كاملين وكنشكروا الجمهور الكريم وكنشكروا الدراري اللي جاوا معنا كاملين الحمد لله راه حنا ديما خوا وديما الحسنية ديما حسنية تكادير حنا عيدكم مبارك سعيد وكل عام وانتم بألف خير تحية الناس التجايرة وتحية الناس تكادير كاملين مرحبا بكم في الجمهور ديال مهرجان بوجلود قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد قناة ريمال تيفي